ملعب جميل عبارة عن تحفة في الهواء الطلق، وجمهور أجمل تنقل خصيصا لمناصرة شباب الميليا ضد مولودية رويصات. من الدقيقة 28 نسجل أخطر عمل هجومي للزوار، قاده الذي تألق في هذه المباراة اللعب حقيقة، والتسديدة كانت محكمة. لم تمر الدقائق طويلة، نفس اللاعب حقيقة والذي بإمكانه اللعب في مستويات عليا دون مشكلة يتمكن، وبكيفية جميلة وبعد الخطأ الفادح في دفاع شباب الميليا يتمكن من توقيع هدف الافتتاح لصالح أبناء الجنوب الذين أنهوا المرحلة لصالحهم هدف دون رد. الشوط الثاني دخله أبناء الميليا بعزيمة أكبر تجسدت مع هذه المحاولة الغير مستغلة. عند الدقيقة 62 اللاعب بوسيف يسدد برأسية محكمة والعارضة العلوية ترد، ثم أخذ ورد وتجمع في شكل كتلة من اللاعبين. هل فيه هدف أم لا؟ لاعب الميليا احتج على السيد بوشامة حكم اللقاء بإلغائه الهدف، والعرض البطيء وحده يؤكد أو ينفي شرعية الهدف من عدمها. نلعب الدقيقة 65 واللاعب بوسيف هذه المرة يتمكن من تعديل النتيجة وتوقيع هدف جميل اهتزت له المدرجات بالصور التي تشاهد. فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، إذ في الدقيقة 67 يتمكن بن ساسي وإثرة تسديدة محكمة من إضافة الهدف الثاني لصالح مولودية الرويصات، وهو الهدف الذي أثر كثيرا في مردود أبناء شباب الميلية. ونهاية المباراة بتأهل المستحق لأبناء الجنوب الذين تلقوا تصفيقات حارة من جمهور شباب الميلية الذي كان رياضيا إلى أبعد الحدود.